هذه سنتين وحنا كنناشدوا جماعات مدينه مكناس وقمنا بعده مراسلات لا بالنسبه للعماله ولا بالنسبه لجماعه مكناس من اجل احتياجات منطقه البرج لواحد المركز الثقافي باش يفرغوا فيه الشباب ديالو، لان المنطقه كتفتقر كما كنعرفوا كاينه فيها غير دار الشباب واحده ومطلوبه بالافراغ، كانت توقفات الان ما كاين حتى شي مركز ثقافي بهذه المنطقه اللي هي منطقه كبيره منطقه برج مولاي عمر. اذا كنطالبوا باش ان هذا السينما الملكي تحول لواحد الصرح ثقافي، الا اننا هذه المده ديال سنتين وجلسنا مع رئيس الجامعه وجلسنا مع جميع المسؤولين باش انهم يلبيوا هذه الرغبه ديال ساكنه منطقه البرج والجمعيات ديالها باش يكون عندهم مركز ثقافي، الا اننا نجد اذانا صماء ما لبتناش هذه المطالب هذا. وكنستفسروا الان علاش هاد الجماعة مدينة مكناس والمسؤولين لا في وزارة الثقافة باش يوفروا لنا هاد المراكز الثقافية وهاد السينمات اللي كتواجد في مدينة مكناس تفتح للشباب باش انهم يديروا فيها الانشطه ديالهم، يديروا المسرح. حنا كنعرفوا العدد الهائل ديال الجمعيات سواء لا في مدينه مكناس ولا خصوصا في منطقه البرج اللي خصها فين تفرغ وخصها فين تستقطب دوك الشباب اللي غير كيمشيو للانحراف ولا كيمشيو للمخدرات ولا كيمشيو لمجموعه ديال الحوايج. هاد المراكز الثقافيه ولا دور الثقافه ولا دور الشباب هي المتنفس الوحيد في المناطق الشعبيه لهاد الناس هادو. اذا في غياب هاد المراكز الثقافيه وهاد دور الشباب هنا كنوجدوا الاجرام وكنوجدوا فين كيمشيو الشباب المال يحمد عقبه. قمنا بواحد مجموعه من الترافعات ومن مجموعه من العرائض ومجموعه من المراسلات اللي راسلناها للوزير الشبيبه والرياضه والثقافه، للسيد عامل عمله مكناس، لجميع المسؤولين، رئيس الجماعه كذلك راسلناهم كاملين. كان عندنا لقاء يعني مع السيد مندوب وزارة الشباب والرياضة هنا بمكناس، كان عندنا كذلك لقاء مع السيد رئيس الجامعة هنا بمكناس، عطيناهم واحد المجموعة من المقترحات وكان عندنا واحد يعني واحد الترافع قوي من أجل هذه المنطقة باش دير فيها على الأقل واحد المركب ثقافي أو مركز ثقافي أو واحد دار شباب، بعد ما عندنا واحد دار شباب اللي هي مكترية وهي في حالة إغلاق الآن. منطقة برج مولاي عمر تتعرفوا أكثر من 80,000 نسمة يعني هنا في المنطقة، وبالتالي فإن فاش يكون عندها واحد المنفس فين يتربوا هاد الشباب ويتثقفوا ويلقاو فين يديروا الموسيقى مثلا، هو عندنا المعهد الموسيقي ولا بواحد الثمن اللي هو باهظ، سمع عاوتاني كذلك عندنا واحد الوليدات هنا في المنطقة اللي ما يقدوش يديو واحد الكلفة لأنهم يمشيو لمناطق أخرين باش يتمرنوا سواء على الموسيقى أو على المسرح أو على مجموعة من الأشياء. وكذلك كاين مشكل حتى بالنسبة للجمعيات لأنها تعتبر دور الشباب والمراكز الثقافية هي مقرات لهم. كيف تعرف تنسيقية المجتمع المدني راسلت الجهات المختصة على أساس اقتناء هذا السينما الملكي اللي هي واحد الفضاء اللي يمكن يكون فضاء ثقافي لهذه الجمعيات هذه ولهاد الساكنه هذه اللي كتفتقد دور الشباب اللي كاينه، فالتكلفه ديالها ماشي كبيره. تنظن هي دار الثقافه اللي هي واجده اللي تيخصها غير الترميم، فالاقتناء ديالها من طرف السلطات المحليه، من طرف يعني الجماعه، من طرف الشباب والرياضه، من طرف وزاره الثقافه، فهذه فكره ديال التنسيقيات على اساس انها تدعم المجتمع وتدعم الجهات المختصه انها تكتني هذا الوقع في شي دوره. معروف ان الجهه ديال البرج والجهه ديال يعني المنزه يعني فيها مجموعه ديال الجمعيات اللي هما كثار وكثار بزاف ما لاقينش فين ينشطوا، وراكم عارفين ان دار الشباب انها تسدات هذه شحال، وكانت وعود كثيره باش انه تعطانا دار شباب جديده. حنا في هذه الوقيته تنطالبوا الاخوان ديال الجماعه انه يشوفوا لنا هذا السينما الملكي، علاش غادي يسدوا السينمات وما يستافدوش منهم الناس ديال المجتمع المدني والشباب ديال مدينه مكناس والمنزه، لان الاخوان كاملين عارفين ان الدراري ما بقاوش يلقاو فين يمشيو يعني، والجمعيات براسها فاش تبغي تنشط ما تلقاش فين تنشط، وشكون الضايع هو الشباب اللي هو طالع في هذه الوقيته. بالسلطات تنطالبوا الحكومه المعنيه بالامر، تنطالبوا الدوله بصفه خاصه انها تدخل معنا كشريك بالنسبه لهذا السينما الملكي. لما؟ لان منطقه ديال البرج ما عندناش واحد دار ثقافه نهائيا، ما عندناش، لما لا ما تكونش عندنا واحد دار ثقافه، واحد المركب ثقافي يجمع كاع المجتمع، جمعيات المجتمع المدني، راه عندنا 23 جمعيه، علاش ما تكونش هنا مركب تيجمعهم كاملين بدعم من وزاره الثقافه بدعم من الحكومه؟ كفانا استهتار ان نجي واحد النهار مثلا للسينما الملكي ولقاوها كاينه قهوه ولا كاينه مطعم ولا كفانا استهتار. حنا ماشي مدينه اقتصاديه، حنا مدينه تاريخيه، حنا مدينه سياحيه، خصنا نشجعوا السياحه،
خصنا نكونوا ند المراكش مثلا اللي السياحه عندها في واحد مستوى عالي. لماذا مدينه مكناس؟ انا اللي نقول هو ان دابا راه الصوت ديال الفاعلين راه وصل، وخص المسؤولين على صعيد الوزارات يتخذوا القرار، هما اللي هما اللي كيتحملوا المسؤوليه. والجماعه راه بالرغم من انها في الحقيقه راه ماشي هي المسؤول الاول، ولا هذا هي غتاخذات البديره، وان شاء الله انا تنقول راه غادي المجلس غياخذ هذا السينما ان شاء الله، ونتمناو ويردها مركب ثقافي كما كان كيعجبني الحال ملي كنشوف سينما الريف مركب ثقافي بنفس الطريقه. انا كنلقاها دابا راه المنطقه ديال المنزه بصفه عامه ولا البرج راه في غياب تام لاي مرفق، لا دار الشباب ولا راه الاخوان ديال الجمعيات ولا تيبغيو يديروا جمعه راه ما عندهمش فين يديروه. هادو هما الاشكالات. الحمد لله هذه البديره نتمناو لا سينما الملكي ولا الاطلس ولا لابولو ولا المونديال اللي كنا هاد السينمات اللي راه حنا كنا كنمشيو لهم منين كنا صغار وتنقطعوا البلاصه وتنقطعوا السويقينضا وتنولا هاد السينما الملكي براسها، راه حنا هذا من المآثر ديال هاد المنطقه هذه حتى هي اللي من الافتتاح ديالها راه كنا كندخلوا لها. ما هذا تاريخ ديالنا.